السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. زي ما احنا كده شايفين في بطاية خايبة باضت في الارض، ايه السبب بقى؟ مش عارفة، مع ان بسم الله ما شاء الله بدل القفص 4 و5 كمان، فايه اللي خلاها تعمل كده؟ مش عارفة. فانا مضطرة ان انا اخرج كل الطيور، مع ان الصبح بدري. والله المستعان بقى اعرف الامهم وادخلهم تاني لحد ما ادخل اشيل البيضه ديت واحطها. بس افتكرت حاجه، ان ذكر البط ده ما ينفعش يخرج علشان الانات اللي بره. هحاول ان انا اخرج كل الطيور ما عدا هو لحد ما اشوف البيض كده اخباره ايه، لان ده لو خرج طبعا هيطير للانات اللي رقد. اقول لكم على حاجه، انا قلت بدل ما ان انا هضطر ان انا ادخل واخرج الطيور ويدوخوني، انا هاخد البضايه احطها في العشه الثانيه وخلاص، ده اسهل لي بدل ما اخرجهم كلهم واحنا لسه الصبح بدري هيجننوني قبل ما ادخلهم تاني. انا هشيل البيضه من على الارض اوديها العشه الثانيه. بصوا بقى حبايبي، انا عايزه اقول لكم على حاجه. الناس اللي كانت بتسال اعرف الفرخه اللي هترقد ازاي. شايفين الفرخة السودة اللي قاعدة في قلب القفص دي؟ ادي على طول كده، على طول قاعدة في قلب القفص، بتبيض وتقوم. يعني انا الاول بقى فرحت وقلت بس هيبقى عندي بقى فرخة بترقد وخلاص، لقيتها ما شاء الله بقى بتبيض. يعني بتقعد هنا شوية مثلا بعد نص ساعة ساعة لقاها قامت قعدت في القفص التاني، وبالليل برضو بتنام في قفص فيهم، اي تختار اي قفص كده وتروح نايمه فيه لحد تاني يوم الصبح. فدي لا، دي خدعه. يعني هي بتبقى عايزه بيض، عايزه تريح، عندها مثلا حنينه زياده عن اللزوم فبترقد على البيض، لكن مش معناه انها ترقد. هترقد امتى؟ لما تنفش ريشها وترك، تعمل صوت كده رك كده، وما بتقومش خالص من على الرقد، تفضل رقد بقى. فاحنا نعمل ايه علشان نعرف هي دي خدعه ولا هي فعلا عايزه ترقد؟ بنحطها في مكان، بنحبسها في عشه لوحدها، وبنحط لها البيض بتاعها، شويه قش كده بنفرشهم تحت البيض وبنسيبها. والله رقدت وكنت عليهم خير وبركه. ما رقدتش وعماله بقى تتدلع وقايمه رايحه جايه، يبقى خلاص لا، يبقى دي خلاص كده ترجعها بقى العشه بتاعتها وتسيبها بقى، هي بس حنينه زياده عن اللزوم. بالنسبه بقى للبطايه ديت، هي خلاص يعني كل شويه تيجي ترقد وتقوم، بس البيض يا جماعه مش كويس. فانا خلاص يعني حتى البيض ساقع متلج، فانا يعني خلاص انا هرمي البيض ده وامر الى الله، علشان هي بقى ادخلها مع البط تلحق تبيض مره تانيه. فانا خلاص البيض ده هرميه. بصوا يا جماعه، يعني انا قلت اكسر برضو البيضه علشان اتاكد ان البط اللي فيها ميت. يعني انا مستحرمه ان انا ارميه بصراحه، ساقع متلج وهي سابته وقامت، يعني كسرت البضايه. بس والله العظيم البطايه يعني بتتحرك، صحيح هي حركه ضعيفه جدا بس بتتحرك. احنا شايفين بقها ورجليها بتتحرك، فانا مش عارفه انا اعمل ايه في البيض ده. يعني انا كده لا، انا مش هرميه، انا مستحرمه، انا هسيبه زي ما هو كده في البرنيكه، هي حره بقى ان شاء الله يقعد سنه. يعني انا مش هشيله، انا مش هتحمل الذنب ده. بصوا يعني هي بتتحرك، بصوا. يعني انا قلت اكيد ماتوا، لان انا لما شفت البيض ما فيهوش حركه خالص، فقلت اكسر ديت. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يهديها، مش عايزة ترقد عليهم. يعني هي مش عايزة ترقد، انا اعمل ايه؟ يعني وطبعا اكيد البيت كله كده في نفس الحركة ديت، فانا مش هرمي، انا هسيبه زي ما هو كده. هي بقى رقدت ما رقدتش، هي حرة بقى ان شاء الله يقعد سنة كده. لان انا بصراحه اتاذيت اذيه جامده جدا لما شفت البطايه دي كده. فانا لا، انا مش هرمي، انا هسيبه. بصوا بالنسبه للبطايه دي، كان تحتيها كتكوتين، ما شاء الله لقيت واحد ناشف وحلو، والتاني بيحاول ان هو يخرج من البيضه اهو. هحاول ان انا اساعده واحنا ورزقنا فيه بقى. فانا مش عارفه اجيب البيض التاني هنا ولا اعمل ايه.
بس هو بصراحة ساقع جدا ساقع، فأنا مستحرمة بقى أقول هجيبه هنا أبوظ البيض اللي هنا رخر، لأن كمية البيض كتيرة قوي، ما مش عارفة أعمل إيه بصراحة يعني. بص حبايبي، أنا نضفت البيضة اللي لقيتها في العشة التانية أهي أهي، ما شاء الله نضفناها يعني بقطعة قماش مبلولة، يعني ما نسيبش البيض مش نضيف تحت البط، لان طبعا لما بيجي البطايه بتخرج او الكتكوت او اي حاجه بتكون قشره البيض سميكه جدا، فما بالكو كمان لو هي مش نظيفه، فطبعا يعني بتكون مشكله وما بيقدرش يخرج منها. تمام، فديني نظفتها وحطها هنا بقى، قلت ده بدل ما افتح العشه التانيه ويضايقوني يعني وما يرضوش يخشوا تاني. تاني حلو، في بطايه هي كانت تتريش، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني نشوف بقى كده ان شاء الله يعني مين فيهم اللي هترد. طبعا يا جماعة محدش يلوم عليا في منظر البط يعني الفظيع ده، يعني فظيع فظيع يعني، انا عارفة والله، بس زي ما انتوا كده شايفين العيشة صغيرة وانا ما بقدرش اخرجهم عشان الدكر بيجري ورا الاناتي اللي بره، مش عارفة ليه برضو حاسة ان القفص اللي هناك ده تقريبا كده في ريش ناعم، تقريبا في واحدة كانت تريش، يعني انا نفسي اخرجهم علشان اطمن على الحاجة، بس بخرجهم بصعوبة بصراحة. هحاول كده لو عرفت ان انا اخرجهم وعلشان بس ابص على البيض واحط البيضاية دي كمان. بصوا كده انا حطيت البيضايه هنا اللي انا لقيتها هناك، وهي ما شاء الله ديت كانت ريش، المكان اللي الدكر كان قاعد فيه ما شاء الله برضو فيه بيض. هنا عايزه اقول لكم ده بيض فراخ، يعني انا كل البيض اللي انا بجمعه من الفراخ هناك كنت بحطه هنا، بس برضو في بطايه كانت ريش، البيضه دي لقيتها مكسوره فهنشيلها طبعا عشان ما تبوظ لناش الدنيا. وهنا دي في كانت ريش اهي، بس ما اعرفش اني بقى فيهم، بعرفهم لما بيرقدوا ان شاء الله، فجينا معاهم للاخر الله المستعان. انا ده طبعا تقلت طوب هنا علشان الطبق ده بيميل شويه، فانا تقلت طوب وربنا ييسر بقى ان شاء الله. هنحط بقى الغسل والميه للارانب، انا النهارده ما لقيتش كلفه صراحه، والكلفه اللي عندي على قد الحمام، فانا هحط لهم العلف بس، هشوف بقى لو في عندي رغيف عيش ناشف، عندي والله هجيب لهم الرغيفين الناشفين واحطهم لهم. انا جبت لهم عيش ناشف، هما ما شاء الله بيحبوا العيش الناشف، يحبوا يقرقضوا فيه كده، هم برضو بيشبعهم شوية مع العلف. الا الارنبه اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا حطينا لها الاكل والميه. بصوا انا عايزه اقول لكم رغم ان انا مش شايفه عندها اي تغيير، بس انا قلبي حاسس كده ان شاء الله ان شاء الله انها تولد قريب. دعواتكم معايا بقى، دعواتكم معايا كده، يا رب ربنا يجعل لكم من كل دعوه حلوه نصيب، اللهم امين يا رب ولكم بالمثل، فادعوا لي كده ربنا يكرمني فيها ويبارك لي، وان شاء الله تكون يعني حامل وتجيب لنا بقى ارانب صغيرين قريب باذن الله. بصوا بقى انا خليت الحمام للاخر علشان احط له كل بقايا الاكل اللي موجوده، كل الاكل ان شاء الله، انا باذن الله هضاعف الكميه، يعني انا بحط لهم حوالي كيلو كيلو الا ربع او كيلو في اليوم، نص الصبح ونص اخر النهار، هحاول ان شاء الله ان شاء الله ان انا اضاعف الكميه، لان هم ما شاء الله يعني كتروا، اللهم بارك، ربنا يا رب يفرح لنا البركه جميعا يا حبايبي في ارزاقنا، فما شاء الله لا قوه الا بالله، غير كمان اللي في العيون، فما شاء الله لا قوه الا بالله، فانا هحاول ان انا ازود الكميه دي عن كده، ان انا بطلع الصبح وبطلع المغرب، فما شاء الله لا قوه الا بالله، لا الاكل قليل، انا هزود ان شاء الله عن كده. بص القمر ده مش عايز يجرأ ويخرج من العين، بصوا ولا هو ولا اخوه برضو جوه مستخبي، واللي فوق ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله بصوا الزغاليل النهارده، بصوا الزغاليل ما شاء الله لا قوة الا بالله عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك،
اللهم بارك. العسل دي برضو فاكرينها يعني بتاعت الشهر اللي فات، يعني انا من كل خارجه كده معايا بحب اسيب، يعني بحب اسيب جوز او جوزين. ده المره دي بقى بصراحه سبتهم كلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. متضحكش عليكم، يعني العش عايزه تنظيفه عميقه. هو اللي في الارض ده يا جماعه يعني مش قذاره عزكم الله، لا انا بحب ارش شويه رمل، يعني بعد ما بخلص برش شويه رمل بحيث يبقى سهل عليا ان انا اكنس بعد كده. لكن ده سهل جدا بالفرشه كده بسرعه بيتكنس بسرعه، يعني ما بياخدش مجهود ومش لازق يعني في الارض ولا حاجه. مش هطول بقى عليكم الفيديو كده كفايه قوي، مش عايزاكم يعني تزهقوا مني. واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.